إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم كلمتين وبس. زمان كانت الناس بتعبد أصنام كتيرة، كل قبيلة كان لها صنم تعبده، يروح صنم ويجي صنم تاني. الأديان نزلت علشان تنظف عقول الناس وتفهمهم إن الأصنام دي اللي بيعبدوها دي لا بتنفع ولا بتضر، يعني زي قلتها، بالعكس عدمها أحسن من وجودها. سيدنا إبراهيم لما دخل المعبد وكسر الأصنام ساب صنم واحد وعلق في رقبته الفاس اللي كسر بيه بقية الأصنام. جم قومه لقوا الآلهة بتاعتهم مدشدشة ما عدا صنم واحد، مين اللي عمل كده؟ افتكروا سيدنا إبراهيم، استدعوه وفتحوا له محضر تحقيق وسألوه مين اللي عمل كده؟ قال لهم ما تسألوهم هم. قالوا له يا إبراهيم انت عارف ان الآلهة دي لا بتسمع ولا بترد. قال لهم حد يعبد آلهة لا بتسمع ولا بترد؟ آلهة خرصة وطرشة. قوم سيدنا إبراهيم بصوا لقوا كبير الآلهة معلق في رقبته الفاس وهو الوحيد اللي ما تكسرش. بصوا لسيدنا إبراهيم وبصوا للصنم اللي فاضل ورجعوا يسألوا سيدنا إبراهيم مين اللي عمل كده في آلهتنا؟ سيدنا إبراهيم قال لهم جايز كبرهم ما تسألوه، الفاس معلق في رقبته جايز يكون قام على بقية الأصنام كسرها. قالوا له يا إبراهيم ما تسخرش مننا، كبير الآلهة ده لا يقدر يتحرك من مكانه ولا يقدر يمسك فاس ولا يقدر يكسر حاجة. قال لهم حد يعبد إله لا يقدر يتحرك من مكانه ولا يقدر ينفع ولا يقدر يضر؟ عبادة الأصنام انتهت تقريبا من العالم، ما عادش فيه غير قبائل قليلة قوي هي اللي لسه بتعمل أصنام وتعبدها، لكن في صنم واحد لسه مستعصي على الهدم، لسه عايش رغم إن الدنيا اتطورت وتقدمت. صنم اسمه الفلوس، اسمه الذهب. الصنم ده لسه معبود عند ناس كتيرة، لسه ما وقعش، لسه موجود فتنة للناس واختبار ليهم. في ناس كتيرة قوي مستعدة تعمل أي حاجة علشان تحصل على الفلوس. 90% من جرائم القتل والسرقة والاختلاس هدفها الفلوس وسببها الفلوس. 90% من الفساد الموجود في الأرض سبب الرغبة في الحصول على الفلوس. 90% من الحروب اللي حصلت في العالم سببها مادي، الاستيلاء على أرض فيها معادن أو بترول. الفلوس فتنة كبيرة قوي ما بينجاش منها غير الإنسان المؤمن اللي عارف حقيقة الدنيا وعارف إنها لعب ولهو وزينة وتفاخر. لو بصينا في حقيقة الفلوس هنلاقي إيه؟ الفلوس ممكن تشتري لك فطيرة، وممكن تشتري لك عربية، وممكن تشتري لك قصر، وممكن تشتري لك مركب ويخت وطيارة، لكن الفلوس ما تقدرش تشتري لك احترام الناس، ولا تقدر تشتري لك العلم، ولا تقدر تشتري لك الصحة، ولا تقدر تشتري لك السعادة. الفلوس يا منجي يا مغيث خلت الناس هردبيس والضماير طلطميس، ده هي تقطع دي الفلوس. الفلوس ياما بتعلي خسيس وياما بتوطي حسيس، هي فيها مغمطيس ولا ايه سر الفلوس؟ الفلوس مهمة ومطلوبة والسعي للرزق مطلوب وواجب، لكن في حدود ان الفلوس خادم توجهه مش سيد يوجهك، مش كده ولا ايه؟ غدا نلتقي مع فؤاد المهندس
أحمد بهجت ويوسف حجازي.